السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 2 بادي ماترز. بادي ماترز او اهمية الجسم واجزاء الجسم، وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح لسون 1، والنهاردة هناخد لسون 2. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة يا اصحابي درس مهم جدا، لان في جزء مهم جدا في الجرامر الخاص بالترم الاول هناخده مع بعض. فاول حاجة ناخد الكلمات والبيكتوريال ووردز او الكلمات المصورة. فاول حاجة بيقول لنا هلمت. هلمت، هلمت يعني خوذة، خوذة، الخوذة اللي احنا بنلبسها على راسنا علشان تحميها من الصدمات. هلمت، هلمت، هلمت. باد، 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 باد يعني ركبة رياضية بنلبسها على ركبتنا علشان لما نقع لا قدر الله او حاجة واحنا بنلعب الالعاب الرياضية ركبتنا ما تتعورش وما تتأذيش. دي اسمها باد، 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 ركبة رياضية. بارك، 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 بارك يعني حديقة عامة. روك، 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 روك يعني صخرة. ماونتين، 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 ماونتين يعني جبل. هورس، 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 هورس يعني حصان. sunglasses، 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 sunglasses يعني نظارة شمس. chicken، 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 chicken يعني دجاجة. دجاجة احنا طبخناها وجاهزة للأكل دي اسمها chicken، chicken يعني دجاجة. rice، 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 rice يعني أرز. ولازم كمان يا أصحابي نعرف where، where، wear يعني يرتدي، وده verb او فعل يعني. wear، 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 wear يعني يرتدي. protect، 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 protect يعني يحمي. today، 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 today يعني اليوم. ride، 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 ride يعني يركب للحصان او للدراجة، اي حاجة بنركب عليها وبتبقى رجلينا خارجة برة الحاجة اللي احنا راكبين عليها دي، ده بنسميه رايد. رايد يعني يركب، وطبعا بتيجي للهورس او للبايسكل. سكال، 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 سكال يعني جمجمة. ني، 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 ني يعني ركبة. كلايم، 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 كلايم يعني يتسلق. والبو، البو، البو، البو يعني كوع. eyes، 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 eyes يعني عيون. drink، 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 drink يعني يشرب. go to bed، go to bed، go to bed يعني ينام، يذهب للسرير علشان ينام. dinner، 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 dinner يعني غذاء او وجبة العشاء. ممكن نقول على dinner يعني غذاء، اي غذاء، اي طعام هنأكله، وهي كمان معناها وجبة العشاء. the sun، the sun، the sun، the sun يعني الشمس. water، 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 water يعني ماء. early، 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 early يعني مبكرا. school، 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 school يعني مدرسة. وهنا ناخد الجزء المهم بتاع الجرامر اللي قلت لكم عليه، وهو بيتكلم عن going to. going to يعني سوف، يعني بيتكلم هنا عن المستقبل، حاجة انا هعملها في المستقبل او مش هعملها في المستقبل، وده طبعا بنعبر عنه ب going to.
الفرق بين will و going to يا اصحابي ان will اللي احنا اخدناها قبل كده معناها سوف، برضو بتيجي لما بنيجي نتكلم عن المستقبل، بس لما بستخدم will بيبقى القرار قرار مفاجئ، ببقى لسه واخد القرار في عقلي وانا بتكلم. يعني لما اقولك I will eat a sandwich يعني انا لسه دلوقتي مقرر ان انا سوف اكل ساندويتش، لكن لما اقولك I'm going to eat a sandwich انا سوف اكل ساندويتش، هنا انا كنت مخطط ان انا اكل الساندويتش ده، وانا كنت في نيتي ان انا اعمل الفعل ده او ان انا هعمل الحاجة دي. فطبعا going to بتيجي بتعبر عن الحاجة اللي انا بقول انا سوف اعملها او ان انا مش هعملها، وده بناء على خطة انا كنت حاططها في دماغي وتفكير انا فكرت فيه قبل كده، او حاجة في my intention في نيتي انا in my intention. ف going to او سوف بتيجي تعبر عن plan او خطة احنا بنتكلم عنها هنعملها في المستقبل، او intention او نية، يعني intention يعني نية، حاجة في نيتنا احنا مقررين ان احنا نعملها في المستقبل. فهنا بيقول لنا be going to او سوف افعل، وبيدينا امثلة عن الجزء ده وبيقول لنا he is going to wear a helmet، هو سوف يرتدي helmet خوذة to protect his skull علشان يحمي جمجمته. يبقى مرة تانية، يبقى هو كان مخطط وفي نيته كده ان هو يلبس الهلمت علشان يحمي السكال بتاعته او الجمجمة بتاعته. يبقى مرة تانية he is going to wear a helmet to protect his skull. وبيقول لنا كمان she is going to go to the park today، هي سوف تذهب للمتنزه اليوم. She is going to go to the park today. يبقى هي كان عندها plan، كان عندها خطة، والخطة دي فيها ان هي تروح البارك النهاردة. تمام؟ تعالوا نشوف الفورم او الصيغة الخاصة ب going to في الaffirmative او في الاثبات، وفي النيجاتيف او في النفي، وفي الquestion form او في صيغة السؤال. في الافيرماتيف او في الاثبات اللي هو انا بقول على حاجة انا فعلا هعملها، انا مقرر ان انا اعملها في المستقبل، فبقول I am انا going to سوف plus الverb going to eat مثلا، بس الverb هنا اصحابي بيجي في المصدر، بيجي في المصدر، يعني ما ينفعش الverb بيجي غير في المصدر. لما اقول going to بيجي بعد منها الverb في المصدر، يعني مثلا I'm going to play أنا سوف ألعب، I'm going to eat أنا سوف أكل، I'm going to walk أنا سوف أمشي، I'm going to speak أنا سوف أتحدث. going to بيجي بعد منها الverb في المصدر، فلما نقول I am going to بيجي بعد منها الverb في المصدر، you are going to بعد كده الverb في المصدر، وهكذا verb to be كله he is she is it is we are they are بعد كده بيجي بعد منهم going to plus الverb في المصدر. ده في صيغة الaffirmative او في صيغة الاثبات، لما بقول على حاجة انا هعملها في المستقبل هنا بنستخدم السبجكت او الضمير يعني مع verb to be الخاص بي. I بيجي معها am، you بيجي معها are، he بيجي معها is، she بيجي معها is، it بيجي معها is، we بيجي معها are، they بيجي معها are، بعد كده going to، بعد كده الverb بيجي في المصدر زي ما قلنا من شوية. طب في النيجاتيف يا أصحابي أو في النفي بنعمل إيه في النفي؟ بنستخدم نفس الحاجة، بنستخدم السبجكتس أو الضمائر زي ما هي، وبيجي بعد منها verb to be زي ما هو، بس بنزود بعد كده not علشان نخليها في صيغة النيجاتيف أو صيغة النفي. يبقى لما أقولك I am not going to play، يبقى أنا بقولك هنا إيه؟ أنا لن ألعب، أنا مش هلعب في المستقبل. I am not going to eat، أنا لن أكل، أنا مش هاكل في المستقبل. يبقى أنا هنا مقرر إن أنا ما أعملش الفعل ده في المستقبل، وهنا بنسميها النيجاتيف فورم أو صيغة النفي. أنا بنفي حاجة المفروض إن أنا كنت هعملها في المستقبل، أنا بقول دلوقتي مش هعملها. فبنجيب السبجكتس أو الضماير، الـ I بيجي معها am،
بنزود عليها not يبقى I am not. بعد كده going to والverb في المصدر you بيجي معاها are. بعد كده علشان نحطها في negative form بنقول معاها not. he بيجي معاها is. بعد كده بنحط not علشان نخليها في negative form. she بيجي معاها is برضو. بعدين نقول not علشان نخليها في صيغة النفي او negative form. it بيجي معاها is وبعدين بنقول not. we بيجي معاها are وبعدين بنقول not. they بيجي معاها are وبعدين not وبعدين بنقول going to وبعدين بيجي الفيرب في المصدر زي ما اتفقنا من شوية. طيب الكويستشن فورم او صيغة السؤال ازاي بنكون صيغة سؤال يا اصحابي وبنسأل على حاجة المفروض هنعملها في المستقبل ولا لا؟ احنا طبعا شرحين فيرب تو بي على القناة هنا وشرحينه بتوسع اكتر من كده بكتير لكل المراحل وكمان شرحينه في الازمنة المختلفة. الحلقة بتاعته موجودة على قوائم التشغيل تقدروا تتفرجوا عليها وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. المهم يا اصحابي ان احنا لما بنيجي نكون question او سؤال باستخدام verb to be بنجيب verb to be في الاول وبعد كده السبجكت او الضمير. فبقول مثلا am I يعني هل انا. am I يعني هل انا بدل ما اقول I am بقول am I يعني هل انا. are you هل انت. is he هل هو. is she هل هي. is it هل هو او هي الغير العاقل. are we هل نحن. are they هل هم. وبعدين بنجيب بعد منها going to سوف والverb في المصدر. فمثلا ممكن اقول لك am I going to eat هل انا سوف اكل. am I going to eat يعني هل انا سوف اكل. انا بسألك هل يا ترى انا هاكل في المستقبل. مثلا ممكن اقول لك is he going to read هل هو سوف يقرأ. is he going to read هل هو سوف يقرأ. ممكن اقول لك مثلا كمان is she going to play هل هي سوف تلعب. is she going to play هل هي سوف تلعب. فهنا بنجيب verb to be في الاول بعد كده الضمير بعد كده going to زي ما هي وبيجي بعد منها الverb في المصدر زي ما اتفقنا. وتعالوا نقرأ مع بعض بعض الامثلة على الجزء ده خليكم معي. فبيقولنا هنا يا اصحابي مثلا we use be going to يعني سوف افعل to talk about plans علشان نتكلم عن الخطط and intentions. intentions والنوايا الحاجات اللي في نيتنا المفروض ان احنا نعملها. we use be going to talk about plans and intentions. نستخدم be going to للتعبير عن ما نخطط او ننوي فعله. examples I am going to have chicken and rice for dinner. I am going to have chicken and rice for dinner. يعني أنا هتعشى chicken دجاج and rice وأرز في العشاء. عادل is not going to go to the park today. عادل مش هيذهب للبارك النهاردة. يبقى هو مخطط إنه ما يروحش البارك النهاردة. عادل is not going to go to the park today. They are going to climb the mountain. They are going to climb the mountain. يعني هم سوف يتسلقوا الجبل. وتعالوا نقرأ أمثلة على الجزء ده. فمثلا هنا صديقنا بيقول لصديقتنا Is she going to climb a mountain? Is she going to climb a mountain? يعني هل هي تتسلق جبل؟ فهي بتقول له Yes, she is. Yes, she is. نعم هي تتسلق الجبل. بيسألها بيقولها على الصورة التانية بيقولها Is he going to ride a horse? هل هو هيركب حصان؟ Is he going to ride a horse? فهي بتقول له No he isn't لأن هو ماسك بايسكل في إيده. فهو المفروض مش هيركب هورس هو هيركب بايسكل. في الصورة التالتة بيقولها Are they going to go to the park? هل هم هيذهبوا للبارك؟ Are they going to go to the park? فهي بتقول له Yes they are. Yes they are. نعم هم هيذهبوا للبارك. في آخر صورة صديقتنا بقى اللي بتسأله بتقول له Are you going to have chicken for dinner? يعني انت هتتعشى دجاج. Are you going to have chicken for dinner? فبيقول لها Yes I am. Yes I am. نعم أنا هعمل كده فعلا. وتعالوا نحل بعض الاكزامبلز على الجزء ده. فبيقول لنا هنا Underline the correct words. Underline the correct words يعني ده خط تحت الكلمات الصحيحة.
فأول حاجة بيقول لنا he's go ولا going ولا goes to wear helmet to protect his skull. He's go ولا going ولا goes to wear helmet to protect his skull. المفروض ان احنا نقول ايه يا اصحابي شاطرين؟ he is going to wear, هو سوف يرتدي a helmet يعني خوذة to protect his skull علشان يحمي جمجمته. طب عادل is going to wear ولا wears ولا wearing pads اللي هي الركبة الرياضية to protect his knees علشان يحمي ركبه. عادل is going to wear ولا wears ولا wearing pads to protect his knees. المفروض طبعا ان going to بيجي بعد منها الverb في المصدر, فهنقول going to wear سوف يرتدي, يبقى عادل is going to wear pads to protect his knees. طب في number 3 بيقول لنا داليا or ولا is ولا does going to climb the rock. يبقى داليا, داليا المفروض ان احنا لو شلنا داليا هنحط بدلها subject اسمه ايه؟ she, هي داليا. or ولا is ولا does going to climb the rock. شاطرين يا حبايبي, داليا is going to climb the rock, داليا سوف تتسلق الصخرة. طيب باسل is going for ولا was ولا to wear a helmet when he rides a horse, هو هيرتدي خوذة لما يجي يركب الحصان. فنقول بقى باسل is going for ولا was ولا to wear a helmet when he rides a horse. شاطرين طبعا is going to, يبقى نحط underline تحت to. وفي number 5 بيقول لنا I am go ولا going ولا goes to wear sunglasses to protect my eyes from the sun. يبقى انا هرتدي sunglasses او نظارة شمس to protect my eyes علشان احمي عينيا from the sun من الشمس. I am بقى go ولا going ولا goes to. شاطرين طبعا I am going to wear sunglasses to protect my eyes from the sun, انا سوف ارتدي نظارة شمس علشان تحمي عينيا من الشمس. وبكده نكون انهينا درس النهاردة, اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو, والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة, هي قناة اسرية جميلة, وعلى الصفحة والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك, واللينك بتاعهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.